بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكم معايا في الجزء الثالث من الـ Color Correction. كلامنا بقى في الجزء ده هيبقى عن طريق ان احنا نتلافى ان عين المشاهد تروح ناحية حاجة احنا مش عايزينه تروح لها، او انها تلفت انتباهه بعيد عن الحاجة اللي احنا عايزينه فعلا ان هو يبص لها. طبعا دي بنسميها Secondary Color Correction، بمعنى ان انت عملت Color Correction ليه السين ككل، لكن في جزئية معينة انت عايز تظبط اللون في الحتة دي بس. بمعنى ان مثلا لقطة زي دي، المفترض انا لو انا قفلت لك ده، اول حاجة عينك هتروح لها ده، لان ده اكتر حاجة فيها لون في السين، اكتر حاجة برايت سطعة قوي في السين. لو انا مجرد ما عملت ده كده السطوع ده راح. وعشان تتأكد من كلامي، حاول انك انت تدور عينك بعيد عن السين وارجع بص لها تاني. تمام، اول ما هترجع تبص لها تاني عينك هتروح هنا مش هتروح هنا. انا فعلا عايزها هنا مش عايزها هنا. لو انا قفلت لك ده، دور عينك بعيد او غمضها وافتحها، هتلاقي عينك اول ما راحت راحت هنا. لكن لو شغلت الكالر في ناس بعد ما نظبط طبعا التعديلات، غمضها وافتحها تاني هتلاقيها راحت هنا مش راحت هنا. طيب تعالوا نشوف احنا عملناها ازاي. وفي لقطة تانية برضو انا اشتغلت عليها، اللي هي اللقطة دي المفروض هي كانت كده، وهنوصل بيها ليه اللوك او الشكل دوت. الاول تعالوا نقفل الكوميدي ونقفل الكوميدي، و تعالوا ناخد كومب من اول وجديد بالشكل ده. طبعا هي نازلة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، اول حاجة رحت لها طبعا اللي هو الكشكول الاصفر ده. هروح ل color finesse دبل كليك، واروح للفول انترفيس. خلاص بقينا الدنيا دي ما بقتش بقى فيها مشاكل. طبعا ممكن اعمل زوم اوت هنا دبل كليك يرجع الاوريجينال سايز بتاعها. مبدئيا انا عايز انزل على secondary color كوركشن. طبعا الاول لو انا اشوف لو انا محتاج اعمل كالر كوركت، اروح اطمن على الواي سي محتاجه كالر كوركشن، اروح على ليفلز واحاول ان انا انزل الدنيا تحت 100 بشويه. طبعا مش شرط ان انزلها قوي، ممكن اعلى بيها سنه بسيطه، المهم انها ما تعديش بس 100. ممكن اشوف الواي ار جي بي، اعتقد انها ممكن لو انا روحت كده ورفعت الماستر بيدستول بتاعتها يعني الى حد ما كده، بيتهيألي كده لو انا روحت السورس ريزلت فرق واضح. لو انا حبيت ان انا اساوي التلات الوان، اعتقد ان الاخضر محتاج انه ينزل لتحت شوية. لو انا روحت للريد جاما او الجين، اعتقد ان الجين هي اللي محتاجة تنزل لتحت شوية بحيث انها تساوي الاحمر. الجين بتاعت الماستر محتاجة انها تعلى لفوق شوية، يمكن كمان الجاما نفسها. متهيألي الازرق فارق قوي عن الاتنين. لو انا رفعت البيدستول بتاعت الازرق لفوق بالشكل ده، مش عايز اعمل شيفت كبير بين الاتنين، 8 7 تمام قوي. الجين او الجاما ممكن ارفعها، لا بس هيبوظ لي الدنيا قوي. يعني حاول انك انت تشوف الصوره بتنتمي اكتر لايه. اعتقد ده جو مكتب، لو انا عملت كده يبقى انا كده ببوظه. لا انا احاول ان انا اوازن بين اللون، متهيألي كده تمام. الجاما بتاعت الازرق برضو يعني احاول برضو ان انا ما اكونش عالي قوي فيه كده كويس، بس لسه برضو نظري رايح هنا، انا لسه رايح هنا. طبعا ادي السورس وادي الريزلت. طيب اعمل ايه علشان اخلي ده يعني الساتوريت بتاعه قليل شوية؟ في الحالة دي بروح للسكندري كولر كوركشن، اعلم عليه. السكندري بيتيح لك انك تتحكم في ادي 1 2 3 4 5 6 6 في 4 في 24
درجة لون في 6 اوبجكتات جوه السين. طبعا استحالة انك انها تكون اللقطة متصورة وفيها 6 اوبجكتات يلفتوا النظر، يعني ما اعتقدش. فعشان نعمل السامبلينج على الجزئية دي بس، بروح لسامبل 1 و2 و3 و4 واحاول ان انا القط سامبلز قريبة من بعضها في الرينج ده، في المدى ده. فاجي عند السامبل الاولاني واروح مثلا وليكن اخد اللون البرايت قوي اللي هنا ده كده. طب انا عايز اشوف انا عملت سيلكت قد ايه، انزل على شو بريفيو واقول له ان البريفيو ستايل دي ساتوريت، لان انا عندي ماسك مش هتشتغل عشان انا مش عامل ماسك اصلا، والالفا هتشتغل. لو انا عملت الفا وعملت شو بريفيو اداني الرينج اللي انا عملت له سيلكت، بفضل ان انا اشتغل بالدي ساتوريت احسن. ادي الرينج، اعتقد الرينج كويس. طيب كده خدنا الرينج ده، يبقى الرينج اللي بعده ممكن يجي جنبه هنا كده. لو انا خدت ده طبعا اشيل بس الشو بريفيو عشان اعرف اشتغل، اروح اخد الرينج اللي جنبه على طول. اعتقد الرينج ده عملت كده. لا ممكن نحاول كمان مرة، ناخد الرينج ده الشو بريفيو. لا على فكرة هي كلها محاولات يعني. طيب تعالوا نروح ناخد يعني عايز رينج من هنا كده. طيب تعالوا ناخد نسلكت الرينج ده عشان يبقى خد لي الجنب بتاعه كله. ممكن اخد اشيل الشو بريفيو واخد رينج من هنا. خلوا بالكم، بصوا بيأفكت يعني، هو عمل افكت على رينج تاني. طبعا كل الكلام ده هيتظبط، بس انا يهمني الجزئية دي. طيب نحاول ناخد لون تاني يكون قريب. لا طيب ناخد لون من النص يعني ممكن. طب تعالوا نشوف الالفا، والله معقول يعني هو واخد لي 3/4 الكتاب، بس ما علينا من الايد، هنقول هنعمل فيها ايه. انت سلكت، عملت سلكت على دول. تعال بقى اسلم حل عشان ما تفضلش انك انت تشتغل في ده كله، روح للساتوريشن وقلل الساتوريشن الى حد ما. ممكن في البيتستول انك انت برضو تظبطها بحيث انها تقل شوية. ممكن الجاما نرفع فيها سنة، الجين ننزلها شوية بالشكل ده كده. طبعا مش هتكلم بقى على اننا ممكن نروح للليفلز ماشي ونسحب. اسف خليك يا عم زي ما انت كده، الدنيا كلها عالية. صحيح بالمناسبة ليفلز مش هيعمل معاك حاجة في السكندري، تمام؟ السكندري دنيته كلها من هنا. طيب لو انا رحت للسورس، تمام، ريزلت، في بقى هتبقى عندي مشكلة انه خد من هنا الوان. حلها ايه؟ حلها ان انا اعمل اوكي عادي خالص، تمام، واروح اعمل دوبليكيت للفيديو. بعد كده تعال على اللي فوق، تعال على اللي فوق وروح على الماسك، تمام، وارسم. مش شرط انه يكون بروفيشنال ماسك يعني ممكن يكون حاجة بس تقضي الغرض كده مثلا، ونقفله هنا مثلا. يعني ممكن احنا بقى نظبط الماسك شوية، ممكن نحط بوينت هنا ونظبط الدنيا بحيث انها تبقى كده مثلا. نيجي بعد كده هو طبعا ده لو انا عملت كده ده هو موجود. هروح عند البوتوم اللي هي اللي تحت السوليد اللي تحت، واروح عند الفول انترفيس واقفل السكندري كلر كوركشن منها. لو انا رحت عملت اوكي هلاقي ان خلاص كان فينا عندي خط
الخط ده راح ما عادش موجود لان انا قفلت السكندري كوركشن من او السكندري كلر كوركشن من الصوره. طبعا بقى كده الماسك مقصر لي او شفتوا الفرق تمام، لان هنا الماسك عامل لي بروتكت ليه بقيه الفيديو، لكن تحت انا مش محتاج سكندري كلر كوركشن. ده كان نوع. طيب في نوع تاني، لو انا رحت خدت فين المتهيألي دول، لا مش دول، طب دول دول، لو انا خدت دي حطيتها كده، دي فيها حاجة باينة قوي، ورقة الشجر ده خضرة زيادة عن اللزوم. دي لو انا خدت كلر في ناس قمت حاطه مرة واحدة كده، ونروح للسمبليفايد ما اعتقدش ان فيها اي حاجة محتاجة كلر هي، بس يضاف عليها لوك بسيط مش اكتر. لو انا رحت كمجرد بس، طبعا على فكرة حاول تقلب الفيديو سيستم بتاعك لـ NTSC عشان يديلك الليمت الصح للالوان. نطلع فوق تاني، اروح بس لمجرد للفول انترفيس، واروح للومارينجز عشان اشوف انهي مناطق اللي بتأثر لي اكتر او اللي هيبقى فيها تأثير اكتر على الصورة. اعتقد ان الشادوز غلبة قوي على الصورة، اذا لو انا غيرت في الشادو هيبقى ده التغيير الكبير قوي في الصورة. هكنسل انا بس كده، عرفت خلاص ده اللي انا كنت عايزه من الفول انترفيس عشان ابدا اشتغل في الاربعة دول. مبدئيا انا عايز اخد الشادوز ناحية الورم كولر، ناحية لون دافئ شوية بالظبط. فعلا مجرد الشادوز اتغيرت ادت شكل تاني خالص للصورة. تمام، هاخده ناحية كده مثلا، مش عايز ابالغ قوي. نفس الموضوع في الهايلايتس، عايز اخدها برضو ناحية الورم. الميدتونز برضو يعني مش للدرجة دي كده. اعتقد كده خدت شكل تاني خالص، لكن برضو بصوا على فكرة شفتوا لما ظبطت اللوك بتاعها دي بهدلت الدنيا اوتوماتيك. ودي عينك في ناحية وارجع هتلاقي دي اول حاجة لفت نظرك قبل الاتنين دول. طب ازاي يعني، ازاي بقى هظبط دي؟ دي بقى احلى حاجة في الحتت لما يبقى في عندك فراغات كده، حلها بطريقتين. والله انا هقول لك هي الاساس بتاعها ايه، بعد كده حبيت تعمل الخطوة التانية ماشي. اولا هروح على الفول انترفيس، اسيبني بقى من القصة دي واروح للريزالت دي. نفس القصة هروح لسكندري تمام، واخد السامبل بتاعتي، اروح لسورس الاول عشان اخد السامبل بتاعتي مظبوط. اخد اول سامبل وليكن الاخضر اللي في الغامق ده، اخد اللي بعده وليكن الفاتح، اخد اللي بعده وليكن يعني اللي بين البنين، اشوفه بدي ساتوريت كده. ريزلت صحيح. الون بس ماشي. فاضل اللي هو اخر لون، فاضل اللي هو اخر لون متهيألي بين الاتنين دول. انا رحت خدت ده، يعني عايزة شوية محاولات كمان. طب تعالوا نريست، نرجع تاني ناخد ادي واحد وادي اتنين، نشوف الريزلت كده. يعني والله خد شوية حلوين. طب ادي التالت من النص ريزلت ماشي، مثل الحتة دي، وادي الرابع ريزلت لسه. طب اروح اكمل في البي كده، ممكن اسامبل حاجة برضو بالشكل ده ريزلت،
ودي ريزلت. شو بريفيو يعني برضو. طيب يعني ممكن لو قلنا ان البي ممكن ما يكونش ليها لازمه ونحاول يعني احنا كده بيتهيألي خدنا اكبر رينج، دي الرينج ده برضو كويس وده كويس تمام. طيب نعمل فيه ايه؟ برضو نفس الموضوع، هروح للساتوريشن وهقلل الساتوريشن بتاعتها بالشكل ده. طبعا هشيل بس شو بريفيو تمام، ارفع بس الساتوريشن شويه عشان ميبقاش فيه فرق كبير قوي كده. قلت الى حد ما، لو انا رحت السورس ريزلت تمام اعتقد ان الفرق قل خالص بين الاثنين. طب دبل كليك وفي سورس برضو دبل كليك، ادي ريزلت سورس متهيألي اتسحبت خالص. طيب عشان نخليها اكتر واكتر هقفل او هعمل اوكي برضو احتياطي عشان ما بقاش اثرت على اي حاجة وانا مش واخد بالي، كنترول دي واروح على الفيديو اللي فوق كالعادة واروح بالبن تول واخد الجزء اللي انا كنت شغال عليه ما لازمش الماسك ليه بن تول عشان بس اتحركت من مكانها. هاخد البن تول واروح ل الجزء ده واحط له الماسك بتاعه يعني متهيألي برضو دي معاهم واعمل اوكي. نفس القصة انزل على اللي تحت واروح لفول انترفيس واقول له شيل لي السكندري كولر كوركشن تمام. بعد كده بقى تعالى يا سيدي حط حتة سوليد سودا اي او اي لون انت عايزه، بس انا هعمله اسود. ممكن يبقى اسود واخد يعني برتقاني شويه كده مثلا يعني الدرجه دي. بعد كده اضغط تي وقلل الاوباستي حبه، روح بقى بالماسك وارسم مثلا ماسك مثلا وليكن كده، اهم حاجه ما تجيش على دماغ اي حد فيهم كده مثلا، واطلع بره بقى واعمله بالشكل ده تمام. بعد كده يا سيدي اضغط اف فيدر للماسك، وخدتوا بالكم ايه اللي حصل؟ وانا مش محتاج اشرحها يعني اظن هي باينه. عندك بعد كده ممكن تضغط تي ونرجع الاوباستي شويه، ممكن نحط اللي هو الجوسيان بلر ونخليه مثلا وليكن 25 ولا حاجه بحيث نرجع بس لون السما، ممكن نعلي كمان شويه لو عايزين عن كده. يا سيدي خليها 30. بعد كده والله هي مثال لغايه كده تمام، بس انت لو حابب انك انت تشتغل دمج مفيش مشكله، ممكن كلر بيرد وحشه. طب مالتي بلاي الى حد ما مظبوطه مالتي بلاي، لكن عايزه بس الاوباستي تقل شويه، ومتهيألي كده يبقى انت وصلت. بس طبعا ممكن مالتي بلاي، ممكن دارك ان كلر، ولو اني افضل فعلا دارك ان كلر احسن، ونخلي دي 75%. وكده شوف طلعت انا، لو انا بصراحه انا لو قفلت لكم دي تمام وقفلت لكم الكلر فينس على اللي تحت، فرق السماء والارض، فرق دي من دي كمان كده. يبقى احنا عرفنا ازاي نعمل كلر كوركشن ل اي حاجه، سواء ان كان تصحيح لون، سواء ان كان سكندري كلر كوركشن على جزئيه معينه جوه الصوره، سواء ان كان اضافه سينماتيك لوك. يعني لسه فاضل حاجه واحده بس، اللي هي ان انا ازاي اكلر كوركت او ان انا اعمل تصحيح الوان لمجسم جاي من الثري دي على فيديو، وده ان شاء الله ناخده معانا في الجزء الرابع
هيبقى قصير على فكرة، مش هيبقى طويل، لان الكلام فيه ما هواش كتير. انت بس مطالب انك انت تحدد الهايلايتس رايحة فين بتاع المشهد الاساسي الفيديو، مش اللي جاي من 3 دي. الهايلايتس والميدتونز والشادوز، وتطبق نفس اللي احنا قلناه بالظبط على المجسم. هنشوف هنعمل له الجزء الرابع، جزء صغير قوي مش هياخد مننا وقت، عشان برضه نبقى اتكلمنا على كل حاجة بوجع. اشوفكم ان شاء الله في الجزء الرابع.